اليوم ان شاء الله باش نعملوا ريسيت سهله برشا، اسمها كيك في الكسكاس. باش نستغربوا شويه من الاسم، اما باش تطلع لنا حاجه باهيه. الكيله كلها بالكاس، كاس صغير هكا كيما هذا الكاس نتاع التاي. انا كيلت هوني زوز كيسين فارينه، وكاس حليب، كاس سكر وعظمه، وباش نكيلوا 4 مغارف زيت من هذا، وساشي خميرة، ساشي فاني، واللي يحب يزين بال يا كاكاو يا شوكولي باش تجينا لونها كيما الشوكولا. نبداو على بركة الله. هذه الفارينة، زوز كيسين كيما كنا نحكيو، نزيدوه كيس السكر، سكر فاني، ساشي الخميرة، ده كيس الحليب، وأربع مغارف زيت. خلطوهم تاو الكل مع بعضهم، هذايا احنا حاطين الدجاج مقفول بالماء يغلي على الغاز، لازم الماء يكون يغلي سخون، ونحضروا فناجن اللي عندكم، اي اللي تحبوا عليه، اللي فيه فورمة مثلا سامبل كيما تحب، يكون مدهون بالزيت ولا الزبدة، باش كي يحضر الخليط نتاعنا نصبوا في الكيسين هذوما ولا في الصحافي، وليش طر بالطبيعة خاطر باش من بعد باش يتنفخ. حطوه في الكسكس، حطوه يفور على الكاس، هذا مش عارف كيفاش. الخليط نتاعنا حضر، الخليط نتاعنا حضر كيما قلنا بكري، الفنيش نتاعنا يكونوا حاضرين مدهونين بالزيت بالزبده، باش نعبيهم من الشطر بركا خاطر هما باش يتنفخوا في الكسكيس. اسمعني، توا باش نحطوهم في الكسكاس يفوروا. كون نبداو محضرين منديله مبلوله، باش نحطوهم توا على المقفول،
على شرط يبدا الماء سخون يغلي، ونحسب ربع ساعه ونغطيه المنديله مبلوله، نبداو محضرينها نغطيها هكا، ونزيد نحط المغتال مقفو ونحسب ربع ساعه، ربع ساعه ونتفقدوهم. تعديت تو ربع ساعه باش نتفقدوه، بالكم يبدا سخون، نزيد شويه، خليه يزيد شويه. كما تشوفوا الكيك تاعنا طار، ندير السكينة خرجت نظيفة، عادها طار، نطفيو عليه الغاز، نخليه يبرد، نحيه من الفناجن، الكيك تاعنا حضر، نفرغوه في البلا، نخليه يبرد، ونحيه من الفناجن تاعو. توا نجمو نزينوهم باللي تحب، نجمو نعملو كريم شونتيه، نجمو نعملو شوية لوز، شوية فاكيا، شوكولاتة، منظرهم تجي مزيان. كيما تشوفوا فرغناه من الفناجن نتاعهم، باش نوريكم الكعبة الاخرانية كيفاش باش نخرجها، ساهلة هاكا ديجا، نزينو بلي نحبو تو، أنا باش نعمل كعبة لوز، نجمو تحطو اللوز حتى قبل ما تطيب، والكيك نتاعنا حضر، تاكلو بالشفاء.